الشهاده فيها هنا فين؟ الورقه انا سيدنا ابراهيم ويوسف وكل الرسل العظام. ده من سنتين راح الكمبيوتر. اسمعني، كفى بالله، كفى بالله حسيبا وعليما وشهيدا ووكيلا. انا رسول الله. انا شغاله. هو ايه المشكله؟ انا طالعه مش طالعه معايا. انا باخد لما اشوفه هيعرف. ما هو مش هيشوف كل حاجه. انت كنت واقف هنا بتقول ايه؟ هيشوف بالورق. طيب يبعت حد معايا كده والشرح يطول، لان اللي سايبر سنين زي ما بقول لك مفيش حد زي غير سيدنا ابراهيم ويوسف وكل الرسل العظيمه. تعالوا شعري الاصفر نفسه ما نجيش. يا الاول في العلم والرياضه وكل شيء والرسم يحصل فيه ليه كده يا ده سر ما ينولوش غير الرسل. سر ما ينولوش غير الرسل. سر ما ينولوش غير الرسل. ايه في ايه؟ خدوها خدوها ونشوف رب الكون مين هيكون اعلى مقام. ايه طب ايه المشكله بالظبط؟ لا هو هيعرف، هو هيعرف. انا عايز عايز بابا سيسي، عايز ولي الامر، عايز شيخ الازهر. الشيخ الازهر وانا خصيم شيخ الازهر يوم الدين. طب تعالى معايا للناس. انت عايز سيسي ولا عايز شيخ الازهر؟ عايز كل عايز. طب انت ايه شكوتك؟ عايز الرئيس وعايز ايه شكوتك؟ ايه شكوتك؟ احنا نوصلها. انا طالب الموت. طالب الموت؟ ليه بقى؟ ليه ليه ايه شكوتك؟ عايز ايه؟ عايز منزلة رسول الله العظيم او اللي انا عايزه في النهاية. طب انت اسمك ايه؟ اسمك ايه طيب؟ انا محمود مصطفى حماد. شغال ولا في شهادة؟ لا بقالي ثلاث سنين قاعد اخر شغل من شهر واحد سايبه. كنت شغال ايه؟ قصة طويلة. كنت شغال ايه؟ قصة طويلة يا فندم. كنت شغال ايه؟ من حتة لحتة لحتة. كنت شغال ايه؟ محاسب اول ما ابتديت. قصة بس من القصة ما تبتديش من هنا. شكوتك ايه طيب؟ القصة ما تبتديش من هنا.